السلام عليكم. نحن موجودين حاليا بأحد المخيمات بريف عفرين بمنطقة رجو. مثل ما أننا شايفين وضع سيء كثير بهاي المخيمات بسبب تساقط الثلوج، درجة الحرارة منخفضة جدا. مثل ما أننا شايفين في ورانا خيمة ومجموعة خيم بهذا المخيم وغيره وقعت بسبب الثلج. أي نوع من المساعدة الناس هون بحاجته؟ في كثير مناشدات عم يطلبوها منا الأهالي الموجودين هون بهاي المخيمات. مثل ما أنا شايفين وضع صعب كثير، وضع سيء جدا، يعني بكفي درجة الحرارة منخفضة، مواد تدفئة معدومة كثير بهاي الخيام. يعني قل قليلة من العالم يلي هن مشغلين الدفايات طبعا، وعلى مواد هي بقايا من النفايات. يعني فينا نقول انه مواد التدفئة الموجودة هون بهاي الخيام هي معدومة. وضع سيء كتير، العالم عم تحاول انه تخفف معاناتها بنفسها. العالم هون بحاجة لأي مساعدة تحسنوا تأمنوها.